فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تطويل الشعر مع العناية به ولبس الخاتم والحجامة سنن لكونه صلى الله عليه وسلم فعلها؟ الحجامة ما هي سنة مباحة، الحجامة دواء علاج، علاج إذا احتجت إليه فهو من العلاج المباح ولا يقال إنه سنة. وأما تغذية الرأس على الصفة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها فهو سنة، على الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها سنة. والإمام أحمد يقول رحمه الله إن 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 اتخاذ الرأس سنة، ويقول ولو نقدر عليه لاتخذناه، لو نقدر على إصلاحه وتعاهده لاتخذناه، هو سنة. والخاتم مباح، ليس سنة، مباح، إن احتجته تلبسه، لأن الملابس مباحة، ما يقال إنها سنة، ولا يقال يباح لك تلبس البشت، يسن لك تلبس البشت، أو يسن لك تلبس الإزار والرداء. هذه الملابس من الأمور المباحة، وهي تختلف باختلاف المجتمعات، تختلف باختلاف المجتمعات والعادات التي لا تخرج عن الشرع. ومنه الخاتم، فالخاتم لبسه من المباحات، إذا احتجت إليه تلبسه، نعم. ولبس العمامة أيضا من المباحات، ليس سنة كما يقول بعضهم، إنما هو من المباحات، إن شئت تلبس عمامة، تلبس شماغ، تلبس غترة، هذا من المباحات، ما في شيء مسنون، نعم.